من ضمن فعاليات المعرض الدولي 13 للديكور والأثاث مسابقة كأس التصميم الداخلي لطلبة الجامعات الأردنية، وإحنا حاليا متواجدين بالمعرض حتى نغطي نتائج هذه المسابقة ونعرف من حصل على المراكز الثلاثة الأولى. خليكم معنا. شارك العديد من طلبة الجامعات الأردنية بالحدث الأول من نوعه في الأردن ضمن فعاليات مسابقة كأس التصميم الداخلي والتي أقيمت ضمن المعرض الدولي 13 للديكور والأثاث. حصلت جامعة البتراء على المركز الأول، تلتها جامعة الزرقاء في المركز الثاني، بينما حصلت جامعة اليرموك على المركز الثالث. إحنا خريجين هاي السنة بإذن الله، شاركنا بتصميم اللي هو غرفة معيشة مساحتها تقريباً بتتكون من 30 متر مربع، هي من وحي مدينة عمان. اسم المشروع نوستالجيا اللي هو الحنين والشوق للماضي، يعني ماضي اللي هي مدينة عمان اللي احنا تربينا فيها وعشنا فيها. العديد من الجامعات قدمت أفضل ما لديها وتنافست بشكل كبير للحصول على المراكز الثلاث الأولى، وهنيئاً للفائزين.